العمى شو هاد؟ بعدين انتم موديل السنة. هاي ورحمة الله وبركاته. بسكر بابك مظبوط؟ سكرته. ايه لا ما سكرته، هذا هيك بيسكرون. لا عليك شو قاسي. لا انا مالي قاسي، بس انت اللي بغو زيادة عن اللزوم وبتعلق بسنان. خفتي قطة؟ يا عليك قطة، شو فورا اخدتو شو صرت تمزح كمان. لا ما عم بمزح، عم بحكي جن. اربط لي هالحزام وشد لي البراغي شوي. ايه؟ مو انت اللي بترقص مع الفوركاز؟ ما قلت لي وين رايحة عبضان؟ خدني على القصور. على القصور؟ ايه مو على عيني عبضان. أبط الصوت إذا بتريد، بيزعجني الصوت العالي، بيضرب على راسي، بيوجعلي إحساسي. إيه لا كل شيء إلا إحساسك يا بابا، هي وقت الرسول. ما بحب الأغاني اللي بتسمعوها أنتو شوفيرية التكاسي. شوفيرية شو؟ قصدي أنتو، جيلكن جيلكن. لا قلت شوفيرية التكاسي، شو بدنا نعمل إذا هيك الله خلقنا؟ أنت الله خلقك شو؟ شوفير علكة؟ ببالون ولا بلا بالون؟ عمل معروف ارفع الشباك. حاكم هلأ عامل تسريحتي، تنزعلي السيشوار. الله يمضي هالسيشوار على خير. لا بليز لا تأسرع، بليز بليز لا تأسرع. وليش هي كمان؟ بيرجف قلبي. عم يرجف قلبه يا أمي، يحرق اخت الغلاظة. سعدني صباحو عم جابر. الله لا كان جاب الخلق خير. شباب ليش يا عم تحكي؟ شو جاي اشحد منك انا؟ اهلين وسهلين، شرفتونا لادة افندي، بس اذا مخلص والديتك وجاي تنام عندي بتكون مخربت بالعدوان، انا عندي مخزن ما عندي اوتيل. وهو المطلوب غسله لاحلى لادة مع كاسه شاي وجوز كلام. شو لادة افندي؟ ليكون بدك تمشي معي دادا دادا؟ لك انا زلمه دغري وما بحب الافلمه، سيارتك مغسولة وما بدها شي، بس إذا بدك كروع كاسة شاي تكروعها وقول يا فكيك. المشكلة إني بحبك وما بزعل منك، جلوس خلينا نحكي جلوس. هيك مرتاح يا عبد الفتاح. شو ما عم تشوف صاحبنا؟ ليش أنت لك صاحب أنت؟ صاحبك أبو اللانسر، ترى عم اسمع عنه سمعات ما كتير منيحة، خايف إذا دري أبو الملوك يزعل منه. ها يعني أصدق أنه أنا بوصل كلام لأبو الملوك؟ الظاهر أنه أنت بدك غسلة مرتبة. بس بالأول رح أغسل اللادة. شو عرضك؟ شو صار عرضك جابر؟ والله لا تستطيع والله.